مشاهدينا الأعزاء، من المؤكد أن لمريض السكر نظام غذائي ودوائي محدد بشهر رمضان خصوصا. راح نتعرف عليه مع ضيفتنا العزيزة الصيدلانية الإكلينيكية منى عوض. أهلا وسهلا فيك، حياك الله معنا. حياك الله، ساعة المباركة، أهلا فيك. حياك الله وسعداء بوجودك معنا. طبعا بنتكلم عن، ونحن إن شاء الله مقبلين، عسى الله يبلغنا وإياكم رمضان إن شاء الله. يعني مرضى السكر لهم خصوصيتهم في رمضان، نتكلم عن طرق التعامل مع الأكل، عملية الصيام مسموح وغير مسموح له. بناخذ فكرة عامة عن المرضى وعلاقتهم في شهر رمضان بالصيام. أول شيء كالعادة طبعاً بتلفزيون الكويت البيت الثاني بالنسبة لنا، يعني صدر رب العالمين، يعني مشكورين وما تقصرون على تواصلكم الدائم مع معهد دسمان للسكري. وإن شاء الله يا ربي الله يجيب لنا رمضان ويعيد علينا لا فاقدين ولا مفقودين يا رب إن شاء الله. بالنسبة لمرضى السكري، احنا دائما نقول مريض السكر هو عبارة عن باكج، هو عنده ضغط، عنده دهون، اكثرهم عندهم القلب، عندهم الامور هذه. فقسموهم الى اربع فئات، اوكي، اللي هم الفئة اللي هي يسمونهم فيري هاي ريسك، فبالتالي الصيام ما يصلح لهم نهائي، واللي هي الناس اللي على مثلا غسيل الكلى، اوكي، الناس اللي عندهم صار عندهم هبوط متكرر، عفوا هبوط حاد، اوكي، لو ان شاء الله مره واحده قبل رمضان. الناس اللي يصير عندهم هبوط متكرر، اوكي، على الاقل 3 شهور قبل رمضان، اوكي، هذول الناس اللي احنا نقول لهم طبعا ما يصومون. بالنسبه للفئه الثانيه اللي هي طبعا يسمونها اللي هاي ريسك، اكو فيري هاي واكو هاي ريسك. الهاي ريسك اللي هم منو؟ اللي هم الحوامل، اللي هو نسبه الخطوره يعني تكون عاليه عليهم بالصيام. زين، الحوامل اللي عندهم مرض السكري ويكونون عندهم اعمال شاقه مثلا بالحر والصيف والعرق والشغل وايد، يبي له مجهود بدني وايد، هذول هم يكونون هاي ريسك. نعم، اوكي. وفي عندنا المرضى اللي عندهم قصور في وظائف الكلى. طبعا المجموع في مجموعتين ثانيين، ولكن عشان الوقت نستغله اكثر شيء ما راح يسعفنا نقولهم كلهم. انا حابه ان يتصلون فينا على الرقم 3 2 6 4 0، يتواصلون معنا عن طريق هذا الرقم 3 2 6 4 0 علشان الحصول على معلومات اكثر. فبالتالي تي سالفه الصيام، اكو ناس يحجبون على نفسهم يقولك والله انا لا بصوم، هذا اثم وهذا مدري شنو. لا، قبل كل شيء، واحنا يعني طبعا نتشكر منكم وايد ان انتم بديتوا بهذا البرنامج قبل رمضان. انزين، لان لازم من الحين اذا مو ابكر لازم مريض السكري يروح حق الدكتور، يروح حق اخصائي التغذيه يقول له انا بصوم. نعم، ويقرر معاه هو اذا انت تقدر تصوم او لا. لا يعاند، يعني اخذ الموضوع من اهل الاختصاص. بعدين لا تروح حق طبيب توه شايفك اول مره، لان انت مرض مزمن. روح حق طبيبك المعالج اللي انت متعود عليه، سواء في المستشفى او في المستوصف، وهو عارف حالتك من الالف الى الياء. صحيح، اوكي. لا تاخذ النصيحه من واحد توه شافك او حتى مره او مرتين. اوكي، واللي احلى واحلى بعد لو اضفت اخصائي التغذيه. انزين، تاخذ منا النصيحة ايضا علشان نوعية الاكل، لان احنا يصير فينا لوثة عقلية برمضان، ما يصير فينا اخر يوم راح ناكل خلاص، بعد عقبها ما في اكل، فيطيحون بالعصير وبالقطايف وما ادري شنو. ما نبي نحرمهم، بس نبي نقول لهم بالمنطق. اوكي، فالصيام لما يقول لي الدكتور ان انت ما تصوم، اذا انا اسمع الحكوة انا ما اصوم. لما يقول لي اذا انا اصوم امشي على الصيام ما عندي مشكلة، ولكن اتابع نفسي. اتابع نفسي شلون؟ اني افحص الدم، مستوى السكر في اليوم اكثر من مره، واهم شيء عندي انا قبل السحور، لما ابي اللي هو تصير هذه قبل فتره الصيام. اوكي، هالفتره انا لازم افحص السكر، اذا كان السكر مالي نازل بهالفتره هذه اللي هو يكون اقل من 3.9، معناتها هذا على قولتهم اليوم ده مش حيعدي على خير. فمعناتها راح يصير عندي الهبوط، راح يصير. اوكي، ففي هالحاله انا لا يصلح لي الصيام بهاليوم، ابطل. يعني هو الواحد عنده اللي يكون الفحص الذاتي، صح؟ يعني عندهم مفروض جهاز بالبيت، عندهم جهاز في البيت، اوكي، ويشيكون. فاحنا اللي نقول لهم خلاص عرفنا اللي الحين انتم ما تصومون، انزين، وعرفنا انتم تصومون، عندكم الجهاز خلونا معاكم على طول علشان تقيسون السكر. لان على فكره مش بس الهبوط هو اللي نخاف منه، والهبوط لما نقول اللي هو اذا كان اقل او يعني اقل او يساوي 3.9 هذا اللي يخرع، هذا ما نصوم، انتهى الموضوع. انزين، وعندنا ساعات اثناء الصيام صار عندي 3.3، هني خلاص انتهى الموضوع، اكسر الصيام لو ان شاء الله باجي دقيقه على الاذان. انزين، اني ايضا حق سالفه ارتفاع السكر،
ارتفاع السكر عند بعض الناس يوصل إلى أرقام وايد عالية وهم صايمين، تلاقينا خصوصا إذا وصل إلى 16.7 هذا الرقم مثل ما نقول الرقم وايد عالي. فبالتالي بعض الناس يقول بس أنا صمت أكيد رح ينزل. أنت صمت وهذا رقمك، معناته إذا تممت صيامك رح تقضي على روحك. ليش؟ لأن كمية الإنسولين مش رح تغطي السكر اللي موجود عندك، فرح تجني على روحك. أوكي، فالارتفاع ننتبه عليه والهبوط ننتبه. طيب دكتور، إذا بنتكلم عن مرضى السكر شلون يقدرون اللي ياخذون الأدوية، يعني يا أما هو حبوب أو أوبر الأنسولين في أثناء شهر رمضان، اللي بيصوم أو اللي يصلح له طبعا عقب ما عدينا المرحلة اللي ذكرتيها وخذوا الموافقة، شلون يقدرون ياخذون الأدوية؟ أوكي، في مريض السكري دائما يقولوا له أكو مثل ما تقولين اللي هو individualization of treatment. كل مريض له طريقة خاصة أوكي راح يأخذ الدواء فيها. أنا طبعا ما أقدر أعطيك مثل ما يقولون اللي هو هذا الدواء تأخذه كذي برمضان وهذا الدواء تأخذه كذي، ولكن أبي أوجه مثلا يعني أبي ألفت نظر المرضى أن اللي راح يصير حق بعض المرضى مش الكل، أن تلاقونهم مثلا الدكتور يا وقال له تعال يا فلان أنت متعود على هذه الحبوب بس إحنا لأن هذه الحبوب تؤدي إلى الهبوط لأنك أنت راح تكون صايم، فإحنا راح نغيرها لك أو ممكن نقلل جرعتها لك أو نغير نوعها لك. إنزين، علشان تحاشى الهبوط. فلا يتفاجأ لما نيجي الدكتور يقول له أن أنا غيرت لك الدواء الحبوب. في حبوب لا مش مرتبطة بالصيام لأن ما تؤدي إلى الهبوط، فالدكتور تلاقيه خليه على توقيته مثلا اللي هو مربوط مع الأكل فما في مشكلة، يخليه على الدواء الأولي. في إني حق الإنسولين، والإنسولين هذا اللي هو مثل يقولون وايد اللي هو التدوده اللي فيها عند المرضى. من فضل رب العالمين عندنا يعني أكثر من نوع من الإنسولين، فبالتالي الدكتور أحياناً ويعني من رحمة الله فينا أنه يلجأ إلى أنه شنو، وهذا وارد، أنا بس أبي ألفت نظر المرضى إلى السيناريوهات اللي ممكن تصير، أنه يكون مثلاً يا المريض متعود على كذا إبرة في اليوم، فجأة يا للدكتور وقال له والله أنت يصلح لك تصوم ولكن أنا خايف عليك من الهبوط، فراح أحول نظامك من أنه كذا إبرة في اليوم راح أقلل عدد الأبر وأغير نوع الإنسولين. لا يتفاجأ أوكي، لأن أكيد هو اختار لك النوع اللي ملائم وما يسبب لك هبوط، أكيد اختار لك النوع اللي راح يشتغل مثلا بعد وقت الفطور بمدة مثلا وجيزة على حسب نوع الإنسولين. فأنت هني بدال ما تخترع وتدوده وتطلع تدوده وتقول إن دكتوري ما يفهم ما أدري إيش صار فيه اليوم، لا، في هالحالة اسأل الدكتور قول له ليش غيرت لي الأنواع هذه. أوكي، أحيانا تلاقي مثلا يجي مريض ويقول حق الدكتور لا أنا أبي أبدي بهالدواء هذا برمضان. طيب، في بعض الأدوية مالت السكر لازم نكون احنا عارفين ونبلغ المرضى فيها أساسا، دام الدواء جديد في بعض الأنواع مش الكل، ولكن قاعد تحكي على بعض الأنواع، مثلا ممكن الدكتور ما يبدي معاك في رمضان الحين. ليش؟ لأن هذا الدواء ما راح يشتغل عليك قبل أسبوعين إلى 4 أسابيع، فما له فائدة. أوكي، مثل ما تقولين يعني أهم شيء في الموضوع أن الأدوية قد تتغير أنواعها، قد يتغير جدولها، أوكي، قد تلغي بعضها، أوكي، على حسب حالة المريض. لأن في ناس دكتور عفواً تلقين في سكر وفي ضغط وقلب، يعني ياخذ 3 أنواع حبوب، ياخذ 14 نوع أحياناً هذول اللي يكونون كذي. أوكي، إنزين، يعني أقصد حق 3 أمراض يعني. إنزين، وهم يصوم شلون؟ هذيلي أنا أقول باسهم قوي. خل أقول شغلة، إني على سالفة الصيام عموماً أحياناً تلاقي في قلب وضغط وسكر، أوكي، السكر مضبوط، الضغط مضبوط، والقلب مثلاً مركب الدعامة أو مثلاً حالته تسمح. دام دكتورة قرر إن أنت يصلح لك الصيام، فأنت يصلح لك الصيام. أوكي، ولكن وين اللي إحنا نبي نوجه نظر المرضى لحالة واحدة؟ لما نتحس إنك تعبان، شيكت على نفسك، شفت أرقامك مو عدلة، هي مو بطولة أن أنا أصوم، لأن بالنهاية يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يعني أنا أصوم ولا أخلي أهلي آخر رمضان بصلي بخات تيون يأخذون العزة، الله يبعد شر على الجميع إن شاء الله. أوكي، فهو المنطق، إحنا نتحكى بالمنطق، بصلي بخات هذا أمر واقع. أوكي، يعني ما يبي الأعمار بيد الله، بس ما تبين عقب رمضان الأعمار بيد الله، لا على الأقل خل نخفف ذنوبنا برمضان بعدين مو مشكلة. يعني الله يحفظ الجميع إن شاء الله، والله يكتب السلامة للجميع، ولكن الموضوع على يعني مثل ما قلنا إحنا ضحكنا عليه شوية الحين، ولكن
في الواقع اوكي هذا موضوع ممكن يكون اساسا ناس تجازف. بس دكتوره صراحه انا من الحين اقول انا ما ابي اكون بصليبخات. الله يبعد الشر عن الجميع. حتى لو صار فيني اذا مت ما ابي اكون هني. الله يبعد الشر عن الجميع. الله يبعد الشر عن الجميع. نشوف الموضوع يعني بنظره تفاؤليه ونحاول يعني ونحاول ان نوصل الفكره للجميع درءا للمخاطر. لان هي الفكره مثل ما قلت لك على ما احنا ضحكنا عليها الحين ولكن الموضوع مو غشمره. لما تحس نفسك مو قادر خلاص ما انت قادر. زين دكتوره في ناس خذوا موافقة الدكتور أوكي. ويقدرون وفيهم السكر سبحان الله يصير هبوط مفاجئ. شنو الحل يعني هذيل خلاص يوقفون شو يسوون؟ خل أقول لكم شغلة الهبوط المفاجئ طبعا احنا عرفنا شنو الهبوط ايه؟ أوكي الهبوط اللي هو لما يصير عندي السكر أقل من 3.9 ايه؟ أوكي هذا الهبوط اللي هو لازم أنا خلاص أكسر للصيام أنا ما أصلح للصيام أوكي أو الهبوط اللي هو تكون أرقامي أعلى من كذي ولكن شنو عندي أعراض الهبوط ظهر علي اللي هي التعرق زيادة ضربات القلب الرجفة صح الرجفة أوكي الكونفيوجن اللي هو عدم التركيز والتعب أوكي وتلاقي لما يشيك يكون رقمه أعلى من هالرقم ولكن لأن جسمه مو متعود على هالارقام اوكي فيا اما ان الرقم يوصل الى 3.9 يعتبر هبوط او اذا ظهرت عليه اعراض الهبوط فهو هذه اعراض الهبوط شلون نتحاشى مثل ما قلنا من البدايه اكون انا اوريدي استشرت فريق الرعايه الطبيه اوكي الطبيب المعالج اخصائي تغذيه اوكي التزمت التزام تام بجدول الحبوب او الابر العلاج اللي معطيني اياه بيسكلي حق ادويه السكر اوكي الشغله الثالثه وهذه وايد مهمه ما نبي ننساها وايد ناس يطوفون السحور عند مرضى السكر اللي مسموح لهم يصومون خلونا نصوم ليه ما قبل يعني لنهايه وقت السحور اخر سحوري قد ما اقدر بحيث كاني اعتبره هو هذا ريوقي اللي هو راح يخليني لي ثاني يوم باذن الله ما عندي مشكله مستوى السكر عندي مضبوط نوعيه الاكل اللي اكله حزه السحور لا اروح على العصير والاشياء اللي مثل ما تقولون ترفع لي السكر بسرعه وترد تنزل لا اروح حق الاشياء مثل الكربوهيدرات اللي فيها الياف محتوى الالياف فيها عالي بحيث تظل بجسمي وايد اللي هي مثل الخبز مثل الفاكهه هالامور هذه اوكي يعني طبعا فاكهه ما تعتبر كربوهيدرات ولكن اقصد المواد اللي فيها سكريات والياف علشان تظل بس فيها كارب ما فيها كارب فيها بعض الانواع طبعا كارب بس انا ما افهم فيها لان انا مو الاريا مالتي ولكن اقصد ان ما اشرب سوائل يعني حاليه العصير ما راح يفيدني انزين يرفع لي شوي وينزل ولكن اكل وجبتي اللي فيها الخبز فيها التوست فيها الصمون فيها الامور هذه اوكي بالمعقول طبعا حسب ما يلائمني اوكي او الفاكهه لان فيها الياف وفيها شوجر فبالتالي انا باذن الله راح اتحاشى الهبوط شغله ثانيه على الهبوط برمضان عندنا التراويح وعندنا الجيام الله يتمم على الجميع ان شاء الله يكتب للجميع الثواب طبعا الجيام والتراويح تعتبر مجهود زايد على الكل لان مش الصلاه اللي انا تعودت عليها ولا الاوقات اللي انا تعودت عليها في هالحاله انا شنو اسوي علشان اتفادى الهبوط كوني انا الحين من الناس اللي اقدر اصوم اول شيء لازم اقيس السكر قبل لا اروح المسجد اوكي شفته نازل خلاص انا امشي على حسب الخطوات اللي تراعيني علشان اني ارفع السكر ما كان نازل اوكي ما في مشكله اروح المسجد معاي جهاز السكر معاي مصدر للسكريات سواء الحلاو سواء 3 إلى 4 قندات مكعبات القند الشجر او 3 تمرات او البطل العسل الصغير اوكي او العلب العصير الصغيره اللي هي مالت اليهال اللي هي ال 125 ملي هذه نص قوطي زين او عندي العلبه الكبيره ال 250 ملي حليب خالي الدسم خالي الدسم اوكي اخذ هذا يغنيني عن يعتبر بالنسبه لي كمصدر للسكريات ومعاي وجبه صغيره تشيز في توسته في تفاحه في الامور هذه عشان اذا عالجت الهبوط وارتفع وتعدل في هالحاله لازم انا ارجع اكل عقب ما اعدل الهبوط عشان اتفادى اعدل الهبوط علشان اتفادى حدوثه مره ثانيه هذه بالنسبه لي الهبوط لكن بشكل عام ان شاء الله نتمنى للجميع ان ياخذون الحذر في بعض الامور اكيد خاصه يعني رمضان والصيام وهذا المجهود يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار للصائم شكرا على وجودك معنا دكتوره شرفتينا نتمنى ان شاء الله الله يبلغنا واياكم رمضان ان شاء الله حياك الله دكتوره شرفتينا ونورتينا واهلا وسهلا تسلمين شكرا